مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ديرتنا. احنا بانتظار ان يكلف الامير رئيسا للحكومة واستكمال الاجراءات الدستورية وفور تشكيل الحكومة، فالجميع مترقب من سيكون رئيس الحكومة الجديدة، والمطلوب الان هو الحكمة والعقل والهدوء وعدم التعصب وردود الفعل المتسرعة حتى نصل الى بر الامان لما فيه مصلحة الوطن واهل الكويت. وللأسف ما زال هناك من يريدون العودة بنا إلى الوراء والدخول في أنفاق مظلمة لمزيد من التأزيم والدفع بالبلاد إلى دهاليز مظلمة في ظل هذه الأحداث الأخيرة التي تشهدها الساحة السياسية في البلاد. راح نناقش كل هذه المواضيع وهذه الأحداث والوقائع مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم، الأستاذ المحامي عبد الله الطشة. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يا هلا. بما انك احنا خاصه هالايام قاعدين نناقش اكثر شيء المحامين والمتخصصين في القانون وفي النواحي الدستوريه، نناقش معاك حكم المحكمه الدستوريه اللي صدر يوم الاربعاء في خصوص بطلان الدعوه لانتخابات مجلس الامه 2012. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اشكرك اخوي ناصر واشكر قناه الشاهد التي اتاحت لنا الفرصه بان نكون امام مشاهدينها. نعم. حكم المحكمة الدستورية اللي أبطل مجلس 2012 كان نتيجته صعبة جدا على النواب، وخصوصا النواب الجدد. نعم. له آثار سيئة جدا، يعني تأثرنا فيها كمواطنين وكنواب، وخصوصا هذا المجلس. هذا المجلس كان الشعب الأغلبية يعول على هذا المجلس، لأن كانت أغلبية نتاج الشعب الكويتي وطموحاته، وكانت أغلبية حتى هذه الأغلبية كانت متعاونة مع رئيس الحكومة. احنا ودنا نستعرض، خل ارجع وياك بخالف، اذا منك قلت ان الأغلبية متعاونة مع الحكومة، اذا ليش كانت كثرة الاستجوابات اذا كان في هناك تعاون؟ احنا انا ودي ان نبدأ بالحكم الدستوري بالحكم وبعدين ننتقل إلى, الى 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 يعني الجدل اللي حاصل اثناء المجلس واثناء الاغلبيه. نعم. الحكم الدستوري كان سببه الرئيسي الحكومه. نعم. سببه الرئيسي الحكومه والمستشار القانوني. نعم. يعني احنا عندما يكون فيه مرسوم، ومرسوم له آثار خطيرة جدا، يعني آثار تترتب عليها خسائر أموال النواب، جهود ناخبين، مشاريع قوانين. احنا المشاريع القوانين يعني جزاها الله خير المحكمة الدستورية أبقت على القوانين اللي موجودة. نعم. لكن نتكلم عن وقت وجهد ويعني مصلحة بلد. نعم. أيضا كل هذا راح في استشارة قانونية غير، أنا أعتقد أنها موفقة. نعم. وأضاعت حقوق، يعني أضاعت حقوق مواطنين، أضاعت حقوق نواب. نعم. وبالتالي كان الخطأ الرئيسي هو خطأ الحكومة. نعم. خطأ الحكومة، الخطأ الإجرائي تقصد، الخطأ اتخاذ يعني استشارة القانونية. نعم. يعني عندما صدر هذا المرسوم كانت في كفتين. نعم. كفة تقول هذا المرسوم اللي هو الفتوى والتشريع، تقول هذا المرسوم صحيح ووفق القانون ومن أعمال السيادة. نعم. والكفة الأخرى تقول هذا مخالف لإجراءات وقيود الدستور. نعم. وأحكامه. لذلك المفروض والمفترض أن في ظل نفس الأحوال هذه وهذا المرسوم واتجاهه وآثاره المستقبلية، يعني إحنا لما نكون عندنا مرسوم وله آثار مثل هالآثار اللي حصلت. نعم. حل مجلس وحل أغلبية وحل نواب ما لهم ذنب إلا أنهم يعني تقدموا وانتخبوا ودفعوا الأموال ودفعوا الجهد. يعني الانتخابات فيها صعوبة، يعني خصوصا على النواب وتكلفة،
وشد نفسي وعصبي وأيضا حتى المواطنين. نعم. وعندما فرح المواطنين بهذه الأغلبية، وأنا والله أنا من الناس اللي فرحت جدا بهذه النتائج. نعم. اكتشفنا أنه نتيجة إلى مرسوم استشارة قانونية لم تأخذ برأي الكفة الأخرى، يعني دائما القانون أو نسميها استشارة دستورية بالأخص، استشارة دستورية هي الفتوى والتشريع اللي أصرت على أن هذا يعني من أعمال السيادة. كانت في المفترض يعني هذه الحكومة عندنا نواب مخضرمين مثل أحمد السعدون، عم أحمد السعدون، وأيضا يعني مجموعة من المعارضة اللي لهم يعني سنوات في هذا المجلس. من المفترض أن في ظل صدور مرسوم ما فيه اتفاق عليه من المفترض أن يعني يطالبون بوقف هذا المرسوم وإعادته وجعله موافق الدستور وموافق إجراءاته. ليش هالكلام هذا؟ ليش احنا نقول هالكلام هذا؟ نعم. نقوله لان عودونا العم احمد السعدون وعودونا المعارضه بان هذه الحكومه تتربص في الاغلبيه. نعم. تتربص في الاغلبيه، نعم. عندما نتحدث بانها تتربص فيها هذا عذر للحكومه بانها تصدر مرسوم وبالنهايه يكون للمحكمه الدستوريه. نعم. احنا ليش نقول الحكومه تتربص في حكم هذا الحكم كأن تسيس الحكم من اجل مجموعه ضد مجموعه، او كانت هي الثقره من اجل رؤيه مجلس 2012 اذا كان هو المجلس صالح يوائم الحكومه نقدر نقول عنه هذا المجلس خليه يستمر؟ شوف المجلس من اول ما طلعت النتائج يعني الكل قاعد يتحدث عنه ان هذا المجلس راح ينحل، الكل يتحدث، يعني أنا استغرب يعني حتى واحد سألني قال ها الانتخابات إن شاء الله بعد 6 شهور سنة. نعم. شون 6 شهور؟ هذه حكومة مجلس أغلبية ما عنده يعني ماكو أثر عليه، يعني شو اللي يخليه ينحل هالمجلس هذا؟ هذه نقطة. نعم. النقطة الأخرى يعني إحنا حطينا السبب الرئيسي هي الاستشارة القانونية والمرسوم، وأيضا لهم طرف الأغلبية اللي كانوا نواب، النواب الجدد هم الضحية. نعم. أمانة يعني هم الضحية اللي دفعوا هذا الثمن وإبطال المحكمة الدستورية إلى هذا المرسوم. نعم. هم دفعوا الثمن بدون تحديد أي هم النواب الجدد من الأغلبية أو من الأقلية، الجدد بشكل عام، لأن نعم. اللي كان عايش في الانتخابات وكان عايش في السابق الكل يعني ولدوا عندنا احنا كيعني مواطنين بان الحكومه هذه شريره، حتى كذلك المرشحين يمكن بعد كذلك خسروا، وانت كنت احد المرشحين في الانتخابات ال 2012. احنا انا قلت بشكل عام يعني احنا. نعم. حتى المرشحين اغلبيه يعني كل من شارك بهذه الانتخابات. نعم. سواء مرشح او حتى مواطن، يعني المواطن كافي انه حضر الى الندوات. نعم. وادلى في صوته وصف في اللاين واخذ جهده وكل الكل تاثر. نعم. الكل تضرر في هذا. انا الحين احب اركز ان هذه الحكومه وهذا الاعضاء القديمين المخضرمين المفروض انهم عندما كانت في مطالبه من الدكتور اعتقد محمد بن قاطع اللي كان هو اعتقد انه قريب من الحركه الدستوريه او هو من ضمن الحركه الدستوريه ابدى رايه وقال هذا الحكم غير دستوري. ليش نروح بعيد للدكتور محمد المقاطع؟ النائب أحمد السعدون بنفسه صرح أن هذا الحكم دستوري. يعني هو من خبرته البرلمانية وخبرته السياسية وخبرته الدستورية كان له تصريح يعني استغرب الكثير، خاصة أنه تناقض مع تصريح رئيس مجلس الأمة آنذاك أو رئيس مجلس الأمة الحالي اللي هو جاسم الخرافي. السيد جاسم الخرافي صرح أنه الحكم هذا غير دستوري،
السيد أحمد العلي السعدون قال إن هذا الحكم دستوري، لاحظنا الاختلاف. هو إحنا الكل تفاجأ في يعني هذه المحكمة الدستورية يعني طورت العمل الدستوري وأبطلت، يعني الكل كان يعتقد أن هذا عمل من أعمال السيادة وهذا تطور يعتبر للمحكمة الدستورية. نعم. وإحنا نحيي المحكمة الدستورية اللي اتخذت هذا القرار حتى تنقل رسالة إلى الحكومة. نعم. تنقل رسالة الحكومة بأنها تتخذ الحيطة في مثل هذه المراسيم، وأن يعني إذا كان فيه اختلاف وفيه نوع من عدم الاتفاق على بعض المراسيم تأخذ الحيطة، وتأخذ خصوصا مثل هالمراسيم اللي لها أثر في المستقبل. نعم. على المواطنين وعلى على على مصالح الدولة. مصالح هذا. نعم. إحنا الحين انتقلنا من الحكومة وأيضا المجلس. نواب المخضرمين. نعم. اللي خلوا هذا المرسوم يستمر، مفترض. نعم. أنهم يعني إحنا عندنا وقت أن يسحب هذا المرسوم وتعدل المرسوم وفق أحكام الدستور. نعم. لكن استعجلوا، وأنا والله ما ألومهم، لأنهم شافوا من المجلس السابق، شافوا الهوايل يعني. نعم. من المجلس السابق، فأنا ما ألومهم، هم يحاولون يتخلصوا من هذا المجلس اللي سبب لهم سبب لل يعني مجلس إداعات، مجلس عطل الجلسات، مجلس خلق أجواء متوترة. نعم. في هذا. الآن ننتقل إحنا إلى بعد صدور هذا المرسوم والانتقال إلى المحكمة الدستورية ووصوله. نعم. إلى المحكمة الدستورية، فيه جهتين على الحكم، هذا الحكم الدستوري. نعم. في جهتين، جهة متفقة بأن هذا الحكم وفق كان موفق. و منو تقصد بالجهات؟ المستشارين أم الأعضاء؟ المستشارين القانونيين داخل المحكمة؟ لا مش داخل المحكمة، احنا نتكلم. نعم. خارج المحكمة، يعني. نعم. خارج المحكمة أساس نحددها كذلك. احنا فقهاء القانون، يعني الدكاترة. نعم. والمحامين والخبراء الدستوريين. خبراء الدستوريين. نعم. في جهتين، جهة اتفقت بأن هذا يعني وافق الدستور، وهو يعني أبطل هذا الحكم لأنه مخالف الدستور، وجهة أخرى ترى أنه لا وجود لمبرر لهذا الحكم. نعم. يعني يعيبون على هذا الحكم بأنه لا يوافق. عندما يكون في اختلاف كفتين. نعم. كفة تقول والله هذا المرسوم وهذا الإبطال المحكمة جاء وفق الدستور، وجهة أخرى لا تتفق، الفصل هو المحكمة الدستورية وحكمة يعني المحكمة الدستورية. إحنا نتحدث الآن عن بعض الآراء، يعني البعض يقول والله شرط المصلحة، في ناس تقول في المصلحة موجودة، في ناس تقول لا ما في مصلحة. مصلحة وين بالتحديد؟ مصلحة يعني في الحكم نفسه؟ اي في الحكم نفسه. يعني هذا يكون كطعن في المحكمة الدستورية. لا اذا كان هناك مصلحة كأنه تسييس. لا 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 لا، مو القضية هذه. هو هو يعني في احد يعني يقول لك والله هذا الحكم، هو بالنهاية الحكم بالنهاية الى المحكمة المختصة هي اللي تفصل. يعني انا عندما اختلف انا وياك نروح اللي يفصل بيننا، وهذا اللي نص عليه الدستور. وهذا كذلك وهذا الدستور، يعني هذه محكمة مختصة، خلت في هناك محكمة تنظر في النزاعات والطعون اللي من خلال مجلس الأمة. احنا نتحدث عن شنو؟ نتحدث عن الخلاف. نعم. الخلاف في والخلاف على شنو؟ على بعض الشروط اللي موجودة، مثل شرط المصلحة، او البعض يقول والله احنا مو من ضمن الاسماء المطعون فيها. نعم. ما حق لنا الدفاع امام هذه المحكمه، هذه. نعم. اراء موجوده. اللي ما في عليه اختلاف بان هذا الاجراء مخالف لاحكام الدستور. اي اجراء اللي حكمت فيه المحكمه هذا الكل متفق